الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق عيسى عليه السلام من غير أب، وعلم سليمان منطق الطير التي تأكل الحب، ودافع عن مريم العذراء عندما طعنت في شرفها بالقذف والسب، ونجى يونس من الظلمات، ونجى يوسف من غيابات الجب، وأغرق فرعون الذي ادعى الألوهية على قومه قائلا لهم إنني أنا الرب، وخلق الإنسان من طين فمشي على الأرض ودب، وأحب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم حبا ليس بعده حب. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك ربنا وأنت القائل لموسى عليه السلام يا موسى كن واثقا في رزق مضمون ما دامت خزائني ملأه وخزائني لا تفرغ أبدا. يا موسى لا تخف لي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا يزول أبدا. يا موسى لا تأمن مكري حتى تدخل الجنة، وفي الجنة أصاب آدم ما أصاب، فلا تأمن مكري أبدا، فلا تشتكي من الأيام فليس لها بديل، ولا تحزن على الدنيا ما دام آخرها الرحيل، واجعل ثقتك في الله ليس لها مثيل، وعش الدنيا في طاعة الله تجد كل ما فيها جميل. وأصلي وأسلم على طبيب القلوب الحبيب المحبوب الذي قرأ في ليلة من الليالي فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فظل يبكي بكاء شديدا وقال يا رب أتقبل شفاعتي في عصاة أمتي؟ فقال رب العزة سبحانه وعزتي وجلالي يا محمد لن نخزيك في أمتك أبدا. سلامي على طيبة، سلامي على الحرم، سلامي على المبعوث رحمة للأمم، سلامي على المندوح في طه وياسين والضحى، سلامي على المندوح في النون والقلم، سلامي على من قال للناقة اشهدي أني رسول الله قالت له نعم، سلامي على من قال للطب من أنا أجاب قائلا أنت رسول الله أرسلت للأمم، سلامي على من شق الأمين جبريل صدره صغيرا ولم يشكو ذلك من الألم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي العربي القرشي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان والإسلام، الجمع الطيب المبارك، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فنحن على مدار هذا اليوم الطيب المبارك وهذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة وداع وتكريم الأب الراحل فقيد عائلات أبو عطية وأبو عبد القادر بقرية شنيت الحربوة، الأب الراحل الحاج شحاتة محمد عطية، جئنا مواساة منا ومشاطرة للأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، المعلم أحمد شحاتة محمد عطية والأستاذ عطية شحاتة محمد عطية والأستاذ محمد شحاتة محمد عطية والأستاذ حسن شحاتة محمد عطية، وأيضا مشاطرة منا إلى صاحب الواجب دائما وأبدا الشيخ فكر إبراهيم عبد القادر والأستاذ محمد إبراهيم عبد القادر والكابتن السيد إبراهيم عبد القادر والأستاذ عبد القادر إبراهيم عبد القادر، وأيضا مشاطرة منا إلى البشمهندس مصطفى إبراهيم عبد القادر والمعلم شحاتة محمد عطية والأستاذ إبراهيم حسن عبد القادر والمعلم حسن مصطفى إبراهيم عبد القادر، نيابة عنهم جميعا أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من أتى ليقدم هذه العزاء، سائلين ربي في علاه أن يتغمد الأب الراحل بواسع الرحمات وأن يلهمنا وأهله الصبر والسلوان، كما نسأله في عليائه ألا يحرمنا أجره وألا يفتنا بعده وأن يغفر لنا وله إنه ولي ذلك والقادر عليه. فمن حسن الطالع أن معي ومعكم في هذه الليلة عملاق من عمالقة القراء في مصر والعالم الإسلامي، سفير مصر بالخارج، ممثل مصر بالدول الأوروبية، قائد الجامعة الحركية، القارئ الموهوب، ملك الإحساس وملك المقامات، القارئ الذي استطاع أن يلعب بلسانه داخل فمه بجميع المقامات الموسيقية، صاحب الجامعة التي تقلد على ألسنة القراء، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرم، نقيب قراء محافظة الغربية وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمصري والقنوات الفضائية، القارئ والمقيم بشبرا اليمن محافظة الغربية، الله أسأل لفضيلته دوام التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء
إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية
وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قل متاع الدنيا
قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة في بروج مشيدة والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير
يظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله Thank you.
وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ما فمن الله ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا يطع الرسول فقد أطاع
خلاص حاضر معاك للاخر خالص. طيب ماشي. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة. ويقولون الله ويقولون الطاعة فإذا برزوا من عندك بيت منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Yeah.
يرحمه. صلى على النبي. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق الله العظيم. كمل ولا خلاص كده؟ خلاص نمشي خلاص. عليك السلام شيخ. مرحبا. عليك السلام. يا مرحبا. فكرنا ولا لا؟ يا مرحبا. يا مرحبا. اهلا وسهلا. ما هات كتب ربنا يصلح حالك يا رب. ربنا يصلح حالك. يا مرحبا علينا بس. مرحبا. والله الراعي الاولين. والله الراعي الاولين.
بس والله على الدين على الدين لا مو مزبوط زي ما انت ما تشوف على الدين الله يفتح عليك الله يزيدك ربنا يزيدك زي ما انت شفت بدني خلاص ايه يا عم شفت انت حاضر 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 نكمل يا شيخ عليك يا حبيب قلبي يا سيادة الإعلامي سيادة الإعلامي يا محمد يا عم محمد أكمل بقى ولا حاضر حاضر ماشي ماشي بسم الله يا جماعة عودوا بقى طيب حاضر يا ما انا عارف اعرف اعرف والله في امان الله ساعتك مشكور والله ساعتك مشكور تفضل حاضر حاضر عم فتحي شرب على الشيخ بقى على الحاله يلا نكمل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به
عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن شيء حسيبا. الله
ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا الله لا ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك جميعا من الشاهدين. صدقت يا ربنا فيما قلت وأحكمت فيما أنزلت وقلت وقولك الحق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام لقد عشنا وسمعنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة العطرة من كتاب الله عز وجل وبالتحديد من الجزء الخامس من رائعة سورة النساء. تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني النسائي فخر قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وواجهة مشرفة للمحافظة الغربية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب والمقيم بشبرا اليمن محافظة الغربية. الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة في ميزان حسناته وأن يوفقه دائما إلى ما يحبه وأرضاه. نقلت هذه التلاوة عبر الهندسة الصوتية المتميزة دائما وأبدا الحاج محمد المرسي عميد الصوتيات بالدقهلية. يتلألأ المكان وتزين بالإنارة الحديثة ومخازن فراش الكبرى مهندس أحمد الألف والمقيم بشريط الحرب ومركز ومدينة كفر صبر. تقديم واجب الضيافة والخدمات الفندقية المتميز دائما وأبدا البوردي إدارة المتر محمد حافظ البوردي والمقيم البوردية مركز ومدينة كفر صبر. بس الهواء والتصوير بروفيسور التصوير مهندس محمد لطفي والمقيم بالفريين مركز ومدينة كفر صبر. كما أشكر أيضا صاحب التسجيلات النادرة الحاج صبحي والمقيم بصدقة محافظة الدقهلية. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص شكر التقديم لكل من أتى إليهم ليقدم واجب العزاء سائلين ربي في علاه أن يتغمد الأب الراحل بواسع الرحمات وأن يلهمنا وأهله الصبر والسلوان. كما نسأله في عليائه ألا يحرمنا أجره وألا يفتنا بعده وأن يغفر لنا ولهم أنه ولي ذلك والقادر عليه.